طيب، أليس الوقت يعني حساس جدا حتى يعني تتخذ الحكومة التركية قرار بتخفيض سعر الفائدة في البنوك التركية؟ يعني نحن بعد سنة تقريبا، سنة وأشهر، سنكون على أبواب انتخابات 2023، اللي هي انتخابات الحاسمة التي ينتظرها حزب العدالة من أكثر من 20 سنة. ما هو السبب الذي دفع الحكومة لاتخاذ هكذا قرار جريء؟ نعم، هذا التوقيت ينظر إليه من ناحيتين. بعض الناس ينظرون إلى هذا التوقيت أنه توقيت خاطئ، لأنه جاء قبل الانتخابات وجاء بعد وباء كورونا مباشرة في ظل أزمة اقتصادية خانقة في العالم. أما الأغلبية داخل حزب العدالة وبعض الجهات الأخرى تنظر إلى هذا التوجه التركي باعتباره استثمار إلى فرصة تم إتاحتها بعد وباء كورونا. يعني بمعنى آخر، تستطيع أنت كحكومة تركية أن ترمي التكاليف الحالية، غلاء المعيشة، المشكلات الاقتصادية على وباء كورونا، ولا تحمله على أخطاء سياسية. لذلك الفرصة مناسبة لتمرير هذا المشروع، لأن كل الدول تعاني نفس المشكلات. إذا خرجت المعارضة وقالت يوجد تضخم في تركيا، يتم الرد عليها يوجد تضخم في أمريكا، يوجد تضخم في الاتحاد الأوروبي، يوجد تضخم في الدول النفطية. تضخم في أمريكا وصل إلى مستويات غير مسبوقة. حتى في دول الخليج، إذا قالوا إن المعيشة غالية عدة أضعاف، تستطيع أن تقول لهم في كل دول العالم الغلاء وصل إلى عدة أضعاف. إذا قالوا خطوط التوريد مهددة، تستطيع أن تقول لهم ذلك. لذلك بالنسبة للحكومة التركية التوقيت مناسب. الأمر الآخر أن الحكومة التركية حاليا تحسب للسباق الانتخابي وفق الأرقام. بمعنى آخر، أنت تخرج من وباء كورونا حاليا، والاقتصاد التركي سيحقق نسب نمو عالية على مراحل. يمكن استخدام نسب النمو العالية للسبق الانتخابي، يعني لكي تقدمه للجمهور على أنك حركت الاقتصاد التركي، غيرت آلية الإنتاج، غيرت ظروف الإنتاج. في هذا الجانب المخاطرة هي موجودة في نقطة صغيرة جدا، وهذه النقطة هي الفئات الصغيرة المعانية في تركيا التي تسحق حاليا تحت ضغط هذه المغامرة التركية. هؤلاء يتم العمل معهم وفق أسلوب مختلف. يعني تعمل الحكومة التركية على سياسة رفع الرواتب، على سياسة تخفيض الضرائب في بعض القطاعات مقابل تشجيع هذه الشركات على زيادة العمالة وزيادة الإنتاج. الخطوة الثالثة هي التسهيلات الائتمانية والبنكية. هذه الخطوات حسب تجارب حزب العدالة السابقة ضمن سياق الانتخابات كانت مجدية جدا في جذب الناخب، ولذلك لا يراعي حزب العدالة بعض التحذيرات ويقول نحن نعمل وفق الناخب التركي وندرك آلية عمل الناخب التركي حاليا.